بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الثاني من الجاستكس هرمون أو الجي آي تراكت هرمون. نتكلم اليوم عن الفازو أكتيف انتستينال بيبتايد أو ما يتم اختصاره بالفي آي بي، ينتج من الانتيرو انتوكراين سيل الموجودة في السمول انتستاين خاصة من الليبر كنسل. والمحفز الأساسي لعملية إطلاق الفي آي بي هو وجود الكايمي في السمول انتستاين، فبالتالي الاكشن الخاص بالفي اي بي هو عمليه استيميوليشن لاطلاق البفر سيستم لمعادله حموضه الكايمي، ايضا بيثبط عمليه افرازات الجاستريك سيكريشن خاصه الاحماض تبعته، وايضا يؤدي ذلك الى عمليه دايليتيشن في الكابيلاري الاوعيه الدمويه او الشعيرات الدمويه الموجوده في الانتستاين. يتكون الـ VIP من 28 أمينو أسيد، وبالتالي هو بوليبيبتايد هرمون يوجد في الانتيرو نيرفس سيستم نيرونز الأعصاب الموجودة في الجهاز العصبي في القناة الهضمية خاصة السمول انتستاين، وبالتالي أيضا موجود نجد أنه أيضا يوجد في البرين والأوتونوميك نيرفس سيستم. عملية الريليز بيحدث تحت استجابة لامتلاء الإسوفيغاس والجاستريك اللي هو المعدة، أيضا يحدث استيميوليشن لإفرازه بفعل الفاجل نيرف، وجود الفاتي أسيد والإيثانول في الديودينوم أيضا تساعد على إفراز الفي آي بي، أما وجود الأمينو أسيد والجلوكوز لا تؤثر على إطلاق الفي آي بي. الهاف لايف تبعته عبارة عن دقيقتين يوجد في السيركوليشن. من ضمن الاكشن الخاص بالفي اي بي زياده افراز الماء من السمول انتستاين، بيساعد على عمليه ريلاكسيشن للعضلات الدائريه السموث ماسلز الدائريه الموجوده في الانتستين، بيعمل كونتراكشن للعضلات الملساء الطوليه الموجوده في السمول انتستاين، بيزود من السكريشن للبنكرياس، بيثبط من حركه المعده وافراز ال HCL اللي هو الجاستريك اسيد. الآن بيشتغل على يعتبر potential exon for acetylcholine في salivary gland في حالة حاجة بنسميها VIBOMA. المقصود فيها زيادة إطلاق VIB، وجدوا إنه الناس اللي عندها زيادة في إطلاق VIB ينتج عندها دياريا، وهذا شيء منطقي لأنه هو بحفز إطلاق سوائل من small intestine، فكلما زاد يؤدي ذلك إلى زيادة إطلاق هذه السوائل يؤدي ذلك إلى دياريا. نيجي لهرمون آخر هو الموتولين. موتولين يفرز من خلايا تسمى أمسل الموجودة في السمول انتستان خاصة الجيجينوم والجيجينوم. الاستيمولوس في الحقيقة مش معروف، لكن في بعض الدراسات بتقول إنه عملية إطلاق الموتولين سببها وجود الكلاين بي اتش في الديودينوم هي اللي بحفز عملية إطلاقه. بالنسبة للأكشن تبعته إنه بزود من الميجراتوري موتور كومبلكس، المقصود فيها هي عبارة عن حركة المعدة والأمعاء أثناء فترة الصيام، أثناء فترة الصيام اللي هي الحركة اللي بنسمعها هي حركة المعدة والأمعاء في حالة خواء المعدة والأمعاء. الفيليكاينين هو عبارة عن هرمون يفرز لوكالي في السمول انتستاين خاصة بواسطة الميوكوزا الخاصة بالانتستاين. الاستيميروس تبع وجود منتجات المواد المهضومة الغذائية، تمام؟ الأكشن تبعه إنه بيزود من حركة الفيلاي الخاصة بالأمعاء، فبالتالي بيساعد على عملية الأبزوربشن. الجريلين هرمون مهم جدا، بيتكون من 28 أمينو أسيد، فهو بوليبيبتايد يفرز من أوكزنتيك سيل الموجودة في الجاستريك فوندس اللي هو موجود في بطن أو في تجويف المعدة. ممكن أيضا يوجد في البنكرياس والإنتستين والهايبوثالاموس والبيتيوتري إجلان. يطلق الجريلين على هيئة بري برو جريلين، يعني بيكون بصورة إن أكتف، بتكون من 117 أمينو أسيد، بعد ذلك بيحدث عملية أكتيفيشن ويتحول إلى الصورة الأكتف اللي هي 28 أمينو أسيد فقط. الآن اللي عاطل الجريلين الأكتيفيتي الخاصة بهذا الهرمون هو وجود الإن أكتونايل كونتاكت. الإن أكتونايل هي اللي بترتبط بالسيرين رقم 3 من ناحية الانترمينال إند، ووجدوا إنه الجريلين بيرتبط بريسبتور تسمى جروث هرمون سيكروتوغوز ريسبتور 1A، وهي عبارة عن الريسبتورز اللي نفس
ريسبتورز للجروث هرمون. فبالتالي لما يرتبط الجريلين مع الريسبتورز الخاصه بالجروث هرمون، فبالتالي بتصرف كانه جروث هرمون في عمليات البناء، وبالتالي بحفز عمليه التنشيط بعد ارتباط الجريلين بالجي اتش اس ار 1A اللي هي بنشط الجي كابلد بروتين او بنسميه جي كابلد ريسبتور، جي بروتين كابلد ريسبتور. فبالتالي حينشط الجي بروتين بتبدا السكند ماسنجر. الان هذا هو الاستراكشر للجريلين. من ناحيه الانترمينوس في عندنا السيرين كحمض اميني رقم 3، بالتالي بيرتبط باوكتانايل جروب. هاي الاوكتانايل جروب هي اللي عاطيه الاكتيفيتي للجريلين. الان ما هي العوامل التي تساعد على اطلاق الجريلين؟ اهم عامل بيساعد على اطلاق الجريلين هو الفود انتيك، عمليه تناول الغذاء. فوجدوا انه معدل الجريلين يزداد خلال ساعه الى ساعتين قبل تناول الوجبه الغذائيه، ويصل الى الماكسيمم قبل تناول الوجبة الغذائية، ويقل بشكل تدريجي بعد ساعة بعد تناول الوجبة الغذائية. تمام؟ وجدوا أنه درجة الجريلين، معدل الجريلين بينخفض بطريقة متوازية، بمعنى أنه بينخفض بطريقة طردية مع اللي هو معدل الكالوري واللي هو استهلاك الطعام. فنجد أنه ينخفض الجريلين مع انخفاض الكربوهيدرات ومع انخفاض الفات. الآن بالنسبة لعملية أيضا المواد الغذائية اللي بتأثر عليه، وجدوا أن الجلوكوز والليبيد والأمينو أسيد لها تأثير عليه. وجدوا أن الجريلين بينخفض بعد اللي هو في حالة البوست برانديال هايبو إجليسيميا. تمام؟ بينخفض بعد ما يحدث حالة انخفاض السكر بعد تناول الوجبة الغذائية، أو بينخفض بعد عملية إعطاء أو علاج الشخص بالآي في جلوكوز أو إعطاء وجبة غنية بالدهون. تمام؟ فنجد أنه معدل وجود الكربوهيدرات والفات بيخفض الجريلين. تمام؟ وجدوا أنه الوجبة الغنية بالبروتينات والإسنشال أمينو أسيد تؤدي إلى زيادة ارتفاع لجروث الجريلين، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الجروث هرمون. هنا في جدل فيها كونتروفيرسيال، مقصود فيها أنه في جدل في هذا الموضوع، إلا أن تأثير الجريلين بعد ما يرتبط بالريسبتورز الخاصة فيه اللي هي بتشبه ريسبتورز لجروث هرمون بتصرف كأنه جروث هرمون في عملية البناء، فممكن يزود من عملية الإطلاق للجروث هرمون. إذن الجلوكوز والليبيد تقلل من اللي هو من افراز الجريلين، بينما البروتين وجود البروتين والسنشال امينو اسيد بتزود من اطلاق الجريلين. اذا اللي هناك العوامل اللي تؤدي الى زياده الجريلين، هرمون الليبتين هذا الهرمون بيزود من الجريلين، في حاله الفاستنج يزداد الجريلين، جروث هرمون، ريليزنج هرمون، ثايرويد هرمون، تستوستيرون ايضا بيزود من الجريلين، النوم في خلال فترة النوم نجد ان الجريلين بيكون مستوى عالي، الناس النحيفة واللي لها بادي ماس اندكس منخفضة تمام الجريلين بيكون عندها عالي، وبيصير عالي في حالة الانوركسيا نيرفوسا. تمام؟ اللي هو فقدان الشهية العصبي. بالنسبة لانخفاض الجريلين بينخفض في حالة الفود انتيك، بينخفض في حالات وجود الجلوكوز والليبيد، يعني الشخص تناول وجبه غنيه بالجلوكوز والدهون نجد ان الجريلين منخفض. بينخفض لما بيطلق الانسولين، اذا الانسولين لما بيرتفع بقلل من افراز الجريلين، سوماتوستاتين بثبط الجريلين، ايضا بنكرياتيك بيبتايد بقلل من افراز الجريلين. الناس الاوبيز، الناس السمينه، الناس اللي عندها سمنه واللي لها هاي بودي ماس اندكس ايضا بينخفض عندها الجريلين. بدنا نشوف ما هو الفسيولوجيكال رول للجريلين، بمعنى ما هو تأثيره على الهرمونات الأخرى. فنجد إنه الجريلين بيحفز إطلاق الجروث هرمون، وهو بيشتغل متوازي، يعني بيحفز أيضا بيشتغل نفس فعل الجروث هرمون ريليزنج هرمون سينرجيستيك معه، فبالتالي بيزود من معدل إطلاق الجروث هرمون. أيضا بيقلل من إطلاق السوماتوستاتين من الهايبوثالاموس، لكن في المقابل بيزود الـ ACTH والبرولاكتين والكورتيزول. بالنسبة للجريلين تأثيره على الشهية، وجدوا أنه الجريلين بيزود الشهية. الجريلين بيزود الشهية عن طريق طبعا تحفيز عصبي اللي هي نيروبيبتايد واي
A جوتي ريليتد بيبتايد، فبالتالي يزداد الشهية، وهذا بنسميه له تأثير على زيادة الشهية بنسميها أوركسيجينيك إفكت. تمام؟ إذا العملية عملية عصبية، إطلاق الجريلين يؤثر على الأعصاب وبتزود من معدل الفود انتيك، وبالتالي هذا بيساعد على زيادة الشهية. تمام؟ لكن في حالة الفود انتيك بصير في عنده انخفاض الفود انتيك، بيؤدي ذلك إلى قلة في إنتاج الجريلين. أيضا له تأثير على الاستومك، بزود من إنتاج حمض المعدة وإفرازه، بزود من حركتها، وهذا من خلال الفاجس نيرف اللي بيرتبط به اللي هو الجي اتش اس ار 1 اي ريسبتور. التأثير الآخر للجريلين يعتبر هو مثبط للبرو انفلاماتوري سيتوكاينز، اذا هو بقلل تأثير او الشعور بالانفلاميشن عن طريق انه بثبط السيتوكاينز التي تفرز خلال الانفلاميشن زي الانترلوكين 1 وانترلوكين 6 وتيشو نكروسيس فاكتور. ايضا بزود من البون مينرال دنسيتي، يعني بزود من عمليه ترسيب المينرالز في العظام المقصود فيها الكالسيوم والفوسفورس، لكن في المقابل بقلل متوسط ضغط نسميه مين ارتيال بريشر او الماب، عن طريق انه بقلل الريزيستنسي للاوعيه الدمويه المحيطه بمنطقه افرازه. الان كتاثير للجريلين، هاي السلايده بتلخص تاثير الجريلين كتاثيره على الهرمونات، بزود من اطلاق الجروث هرمون، واما تاثيره على الاي سي تي اتش كزياده اي سي تي اتش كورتيزول وبرولاكتين ضعيف لكن بزود، اما تاثيره على الانسولين في بعض الدراسات في جدل فيها، انه في بعض الدراسات اكتشفت انه الجريلين بزود الريليز للانسولين وبعضها بيعمل بخفض. بالنسبه للانابوليك افكت تاثيره الباني، قال لك انه بيساعد على تاثير بناء على الجسم لانه بزود الابيتايت، بزود الشهيه، بزود الكتله الدهون في الجسم، وبزود البلد جلوكوز. تاثيره على المعده بزود حركتها وبزود من معدل انتاج حمضها، وايضا بيساعد على زياده تكوين اللي هو الميوكوزا للجاستريك انتستاين، وهذه للجاستريك والانتستاين، هذه عباره عن حمايه للمعده والامعاء من الحموضه اللي هو بيسبب زيادتها. ايضا له تاثير على الكاردوفاسكولار سيستم بانه بيزود الكارديك اوتبوت وبيقلل من ضغط الدم. هرمون اخر بنسميه جاستريك انهيبيتوري بيبتايد، وهو هرمون يفرز من السمول انتستاين ميوكوزا من كريبت اوف الليبركن. تمام؟ الان ايش اللي بيخلي الجي اي بي يفرز؟ الكايم الغني بترايجلسترايد والفاتي اسيد والجلوكوز، لما يدخل هذا الكايم الغني بهذه المواد في السمول انتستاين بيحفز اطلاق الجي اي بي. الاكشن تبعه انه بيحفز اطلاق الانسولين بيتا سيل، بيثبط سكريشن للجاستريك سكريشن والموتيليتي حركه المعده، بيعمل تحفيز لتكوين الدهون في الادبوس تيشو، وايضا بيعمل تحفيز لاستخدام الجلوكوز بواسطه السكيليتال مصل. تكون من 42 امينو اسيد فهو بوليبيبتايد، بينتج بواسطه كيسل الموجوده في الديودينم والديودينال والجوجينال ميوكوزا في السمول انتستاين، بيحفز اللي هو يتحفز بواسطه وجود الجلوكوز والدهون في الديودينم، ووجود حمض المعده في الديودينم ايضا بيساعد على تحفيز اطلاق الجي اي بي. بيحدث عملية تثبيط له بفعل الدايبيبتيدايل بيبتيديز 4، هذا عبارة عن إنزيم بثبت اللي هو الجي اي بي طبعا، وأيضا بثبته في العديد من التشوي البورتال سيركوليشن، مقصود فيها البورتال سيركوليشن هي الدورة الدم الموجودة في الكبد. بالنسبة للجي اي بي له تأثير متوسط في عملية خفض حركة المعدة، لكن هو بثبط إفراز حمض المعدة بطريقة مباشرة على الباريتال سيل، وطريقة غير مباشرة على الجي سيل المنتجة للجاستريم هرمون. إذا الجي اي بي بثبط بطريقة غير مباشرة حمض المعدة عن طريق انه بثبط الخلايا المنتجة للجاسترين، وبالتالي طالما انه الجاسترين الخلايا لم تنتج جاسترين، إذا فيش إطلاق للجاسترين، وهذا يؤدي إلى
وهذا يؤدي إلى منع إنتاج الـ HCl. طبعا عملية تثبيته للجي سيل طبعا عن طريق اللي هو سوماتوستاتين، انه بيحفز اطلاق السوماتوستاتين. ايضا بحفز اطلاق الانسولين من البنكرياتيك سيل، طبعا هذا يحدث بسبب وجود الجلوكوز والفاتي اسيد في الديودينم. الان وجدوا انه الشخص لما بيتناول جلوكوز عن طريق الفم بيزود من معدل الانسولين اكثر مما لو اخذها عن طريق الاي في، وذلك راجع الى تأثير الجي اي بي. الآن بمجرد ما يدخل الجلوكوز إلى الفم معناته حيحف ويصل إلى الأمعاء والديجنوم ويحفز الجي اي بي. لما يحفز الجي اي بي حيحفز عملية إطلاق الأنسولين، فبالتالي معدل الأنسولين بيرتفع بسبب زيادة الأورال جلوكوز أكثر من ارتفاع الأنسولين بفعل إعطاء الجلوكوز عن طريق الوريد. تمام، وهذا التأثير راجع بسبب تأثير الجي اي بي. الآن في الانتريك فاكتور اللي بتؤدي إلى زيادة إطلاق الأنسولين عندنا الكوليسيستوكاينين، الجي اي بي اللي حكينا عنه، جي ال بي 1 حنحكي عنه كمان شوية، والجلوكاجون. الآن الجي اي بي أيضا يسمى جلوكوز ديبندنت أنسولين تروبيك بوليبيبتايد. ليش؟ لأنه بفعل وجود الأنسولين الجي اي بي بزود إطلاق الأنسولين، عشان هيك سمينا جلوكوز ديبندنت أنسولين تروبيك بوليبيبتايد. تمام، الجي ال بي 1 هو عبارة عن جلوكاجون لايك بيبتايد 1، هو اللي يعتبر مور بوتنشن ذان جي اي بي، بمعنى انه الان اللي بيحفز اطلاق الانسولين تحت تاثير وجود الجلوكوز في الديودينم الاثنين الجي اي بي والجي ال بي 1، لكن تاثير الجي ال بي 1 على اطلاق الجلوكوز اطلاق الانسولين بفعل وجود الجلوكوز اكثر من الجي اي بي. تمام، والاثنين بيشتغلوا عن طريق اللي هو بروتين كايناز A باثوي اللي بيزود من معدل السايكليك ام بي، وبالتالي بيزود من السيتوسوليك كالسيوم داخل البيتا سيل، وبالتالي بتحفز عمليه اطلاق الانسولين من البيتا سيل. الان بمجرد اول ما يرتفع الجلوكوز الان بيرتبط بمستقبلات الجلوكوز 2 ريسبتور ترانسبورتر، فبالتالي بيساعد على دخول الجلوكوز الى داخل البي سيل عن طريق اللي هو فاسيليتد ديفيوجن، وبالتالي بيدخل في كريبس سايكل وبينتج الاي تي بي. تمام، الاي تي بي الان عمليه دخول الجلوكوز وتكوين عمليات الميتابوليزم وحفز تكوين الاي تي بي، زاد عندي معدل الاي تي بي. الان زياده الاي تي بي عملت عمليه تثبيط ل البوتاسيوم شانل اللي هي تعتبر ATP sensitive بوتاسيوم شانل، يعني هاي الشانل القنوات هذه اللي بمر فيها البوتاسيوم حساسة لمين؟ لوجود الATP. كلما زاد الATP بيمنع خروج البوتاسيوم من خلية البي سيل إلى الخارج، فيبقى البوتاسيوم بالداخل. هذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى عملية ديبولاريزيشن، هذا بيؤدي إلى تغير في الفولتاج داخل الخلية. تمام، تغير الفولتاج داخل الخلية بيؤدي ذلك إلى أنه تتأثر قناة اللي هي الكالسيوم شانل، بتعتمد على فولتاج جيتد كالسيوم شانل. تمام، فبصير عملية تنشيط فيها. عملية التنشيط بيساعد على دخول الكالسيوم من البلازما إلى داخل البي سيل. تمام، إلى داخل البي سيل وبيصير في السيتوسول. الآن زيادة الكالسيوم هذه بتؤدي إلى رفع معدل الكالسيوم موجود في السيتوسول، وهذا يؤدي إلى عملية إطلاق محتويات الجرانيولز الخاصة في البي سيل، ومحتويات الجرانيولز هي عبارة عن الأنسولين. إذن هيك ساعد على إطلاق عملية الأنسولين. تمام، ساعد على إطلاق الأنسولين. تمام، شغلة تانية إنه الكوليسيستوكاينين وأسيتايل كو إيه بيرتبطوا بمستقبلات خاصة على سطح البيسل. هاي المستقبلات عبارة عن جي كابلد بروتين اللي بتعمل تنشيط للفوسفولايباز سي. فوسفولايباز سي بيساعد على إطلاق الإنيسيتول ترايفوسفيت اللي بيساعد على إطلاق الكالسيوم من الإندو بلازميك روتيكولوم، فبيزود من معدل الكالسيوم وبالتالي بصير عملية ريليز للأنسولين بشكل أكبر. أيضا
بتنشط الداي اسايل جليسرول، بيحفز بروتين كايناز سي، وبالتالي بيساعد على عمليه تنشيط بروتين كايناز اي. طبعا البروتين كايناز بروتين كايناز سي بيساعد ايضا على عمليه ريليز الانسولين من الجرانيولز تبعته. ايضا في عندنا اليه اخرى اللي هي سوماتوستاتين، بيرتبط بريسبتورز خاصه فيه، بينشط الاسيتايل الادينايل سايكليز، وبالتالي بحفز تكوين السايكليك ام بي، وبنشط بروتين كايناز اي اللي بيساعد ايضا على اطلاق الانسولين من الجرانيولز تبعته. ايضا في عندنا جلوكاجون بيرتبط ببيتا ادرينرجيك ريسبتورز الموجوده على سطح البيسل، وايضا يحفز اللي هو تنشيط الادينايل سايكليز، وبالتالي بيساعد على السايكليك ام بي انه تزداد بروتين كايناز بتنشط، وبالتالي عمليه ريليز. كل العمليات هذه بتساعد على زياده اطلاق الانسولين لما يكون في عندنا موجود جلوكوز بشكل كبير في الوجبه الغذائيه او وصل لجدنا. تمام. الان عندنا الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 الجي ال بي 1، هو عباره عن بولي بيبتايد يتكون من 30 امينو اسيد، هو هرمون انتستينال هرمون يفرز تحت تأثير هضم المواد الغذائية، تمام، واللي بتحفز عملية إطلاق الأنسولين. إذن الجي ال بي 1 يعتبر مور بوتنشال، وجود زيادة إطلاق الجي ال بي 1 اللي بالتالي بيحفز إطلاق الأنسولين، فبالتالي هو يعتبر جلوكوز انديوز أنسولين ريليز. تمام. ينتج الجي ال بي 1 من السل الموجودة في الإليوم والقولون، وايضا يفرز من البنكرياتيك الفا سيل ومن النيرون الاعصاب الموجوده في الهايبوثالاموس، ايضا من البيتيوتري جلاند. يوجد منه تو بايو اكتيف فورم، شكلين منه، هو جي ال بي 1 7 36 امايد، وفي جي ال بي 1 7 37. الهاف لايف تبعته نص، الهاف لايف تبعته متساويه بالنسبه للتو اكتيف فورم. الآن الجي ال بي 1 من اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد 1، هو أجا من عملية اللي هو الترانز، هو ما بعد الترانزليشن بروسيس للجلوكاجون، صار في عملية ريليز لهذا البيبتايد، وبالتالي هو ديرايفيتد فروم جلوكاجون، هو نشأ من الجلوكاجون. إذا عملية تنشيط البرو الجلوكاجون ينشأ عنها اللي هو الجي ال بي 1، بيتم تحت تكسيره منه، بتحول الجلوكاجون الى نشط ويطلق الجي ال بي 1. الان ما هو تاثير الجي ال بي 1؟ الجي ال بي 1 له تاثير على البرين، بزود من النيورو بروتكشن. شغله ثانيه، بيقلل الابيتايت، بيقلل الشهيه، يؤثر على القلب انه بزود او بيحافظ على القلب، بنسميه كاردو بروتكتيف، له تاثير كاردو بروتكتيف، وبيزود من الكارديك اوتبوت. ايضا الجي ال بي 1 يفرز من الجي اي تراكت، يؤثر على الكبد، بيقلل من عمليه انتاج الجلوكوز، ايضا يؤثر على المعده، وبالتالي بيقلل من عمليه تفريغها، يؤثر على البنكرياس بانه بيزود من عمليه تكوين الانسولين، وبيزود من عمليه البروليفريشن للبي سيل، بحيث انه يزود من عدد البي سيل، وبالتالي بقلل من الابوبتوسيس للبيسل. الان هذا يؤدي الى زياده افراز الانسولين، تمام، وبالتالي بقلل افراز الجلوكاجون. الانسولين الان لما يفرز ايضا يؤثر على المصل سيل، بانه بزود من حساسيه المصل سيل للانسولين. تمام. الان هذا الجدول ببين الفرق ما بين الجي اي بي والجي ال بي 1، وهذا ذكرناه سابقا في السلايدتين السابقات. هيك، يعطيكم العافية.